مالك، اهلا بيك، منور ريد كاربت مهرجان القاهره. ده نور كنتو ونور المهرجان. انت دخلت مهرجان، انا شفتك كده ايه في الافتتاح، دخلت قول لي بقى تفاصيل اكتر عن الافتتاح جوه. والله حصل تكريمات لناس تستحقها. السباي بتاعنا استاذ احمد حلمي اتكرم، واستاذ يحيى فخراني، بس هو مش موجود، ففي يعني ان شاء الله في الختام. وطبعا العظيم واستاذنا كلنا الاستاذ محمود عبد العزيز. طبعا بتجهز ايه يا مالك الايام؟ بجهز ايه ان شاء الله؟ بجهز فيلم الشيخ جاكسون للاستاذ عمرو سلامه باذن الله. الشيخ جاكسون اسم كاتشي شويه. هو اسم، والفيلم في حد ذاته كاتشي برضه. احمد الفيشاوي طبعا، وانا شايفه يعني عماله تشوف على صور كتير عن الشيخ جاكسون، انا مش عارفه افهم القصه ايه من الاسم، يعني عماله اقول يا ربي طب الفيلم ده ممكن يبقى عامل ازاي. والله ممكن اقول لكم اللي حصل جوه في المهرجان، بس الفيلم هنا بقى للفيلم مش سبايبر. لا، هو فيلم مختلف تماما، زي اسمه بالظبط، يعني زي ما اسمه مختلف هو فيلم مختلف تماما. طب هل مثلا، ما انا بحاول افهم، مثلا حد فانكي، حد كان متدين وبقى فانكي، ولا ايه بالظبط؟ هتشوف. والله مش شاطر يعني، كان نفسي اقول لك بس فعلا مش شاطر. خطوة تصوير امتى؟ مفروض باذن الله على اخر شهر 12 كده ان شاء الله. الفيلم عارفين هينزل امتى ولسه ما تحددش؟ لسه ما تحددش خالص. بس الفيديو اخباره ايه يا مالك؟ ايه؟ الفيديو اخباره ايه؟ في رمضان الجاي؟ الفيديو لسه كله كلام، بس لسه ما فيش حاجه مؤكده، يعني كان نفسي اقول لكم بس كله اعداد يعني، ف يا ريت يعني باذن الله يعني، بس انا ان شاء الله ناوي يعني اشارك في رمضان 2017.